أنا أحب البناء بسرعة. تحبين البناء. والديكور والهندسة. بنايات الجديدة لا أكو ذوق، أكو هندسة، أكو لمسات فنية كبيرة. إنه أشتاق لبغداد فأجي على مود شوية يم أهلي شوية أشوف بغداد. سعيدة لأنه هذول نص الناس هو هذه ثمرة نجاحي. شو تقدرين تسوي؟ كل شيء أقدر أسوي. ممكن تكوني النجمة الأولى في السنوات الجاية؟ طبعاً. أنا كل شيء قريب للناس أحبه، كل شيء يفيد ويخدم الناس أنا أشتغل به. لأن أنت تقدر راح تكون مؤثر. انتظروني أنا حنين غانم وبرنامج تقدر كل يوم جمعة الساعة 9 مساء على قناة التغيير.